أخبار اليوم. فادي بدر حبيب قلبي وأخويا ومن أعز الشخصيات لقلبي، يعني عملنا غنوة لذيذة كده شعية اسمها غرامك يا ملبل بيقلبني قلبا، كلمات سمير زكي وألحاني وتوزيع طه الحكيم وغناء فادي. أنا مبسوط بالتعامل مع فادي ونشيط وبيحب شغله جدا، وصورها فيديو كليب مع تامر حربي، ويعني عاملة صدى حلو جدا جدا. أنا مكنتش أتوقع إنها تعمل الصدى ده، وفادي بيغنيها كل يوم، فيعني اللبنانيين كلهم عارفين الغنوة الحمد لله. أنا الحمد لله تعاملت مع أكثر من نجم كبير زي الأستاذ محمد منير وعمرو دياب ورغب علامة ومدحت صالح يعني كل الناس صراحة أنا الحمد لله تعاملت معهم، بس هاني شاكر يفرق في تاريخي. أنت عملت الأمير الغناء العربي وعامل له غنوة مش سهلة، يعني اسم على الورق، هو سماها اسم الألبوم، وهي الغنوة اللي حيصورها أو صورها كمان خلاص، والحمد لله عاملة صدى مع الناس غريب، وكل الناس بتقول لي ده دي نقلة بالنسبة لي أنا طبعا يعني. فأنا مبسوط بالتعامل ده جدا، وبشكر الأستاذ هاني أنه أداني الفرصة أن أنا أكون معاه في الألبوم يعني وكده، وبقول يا رب تعجب الناس كمان وكمان يعني. أنا الكليب بتاعي أنا عامل غنوة غريبة اسمها الجامعة الأمريكية، حصورها في دبي، عامل شكل موسيقى جديد كده هندي على جزائري، يعني تركيبة الريتم جزائري على الموسيقى هندي، فعامل شكل جديد يعني مش مقسوم مألوف أو كده، وطلع صورها في دبي، وهتبقى معايا يعني نزل على الانترنت. هي عارضة أزياء أرجنتينية اسمها إليبيم، وهتبقى معايا واتكلمنا معاها في دبي، وهي مقيمة أصلا في دبي، فهتصور معانا وكده، عشان كده خلينا التصوير في دبي. أنا والسينما والدراما والمسلسلات مش أصحاب قوي يعني.